شاء الله يعني هنلتقي مع دروس تانية منه. ونتمنى له التوفيق. النهارده هنتكلم عن الفايلز والزارز. المحاضرة دي مش هقول مهمة وكل الجدول وكل السيلبس مهم، لكن إن شاء الله هنخلوا فيها حاجات صعبة اللي ممكن فيها مهم. هو ده اللي أنا وراكم. حاجات هتقراها ما تبقاش فاهم القصد، لكن بالراحة كده هتفهم إيه اللي موجود في كل واحد إن شاء الله. اللي عايز ينقل المحاضرة، اللي عايز يصور تحت أمركم في الشاشة. فرنجية فارس فرنجية الجديدة. نبتدي بالفارس ونتكلم عن الفرنجية الفرنسيس. طبعا الفيجاس نيرف هو اللي بيدي النيورولوجيكال سبلاي اوف ديفنس. طب السوفت بالك واحد منين؟ من الكرينيال بار اوف ذا ايرنس 11، الفيجاس نيرف 10. طب ما كتير قوي يفهموا ان الفيجاس هو اللي بيدي السوفت بالك، يعني عنده فراليس من السوفت بالك. تساله حتى في البوست جراد بتقول لك هو الفيجاس، لا هو مش الفيجاس، هو الكرينيال بار اوف ذا ايرنس. بس علشان الكورس بتاعه ماشي مع الفيجاس فغالبا بيتضربوا مع بعض، فهو مجازا بيقول لك الفيجاس. What are the etiological factors of vagus nerve palsy or paralysis؟ احنا عارفين لو حاجة intracranial هيبقى سوبرا ميوجن. عارفين أي cranial nerve التروما فيه أو الانسلت اللي هيحصل له أو الباراليسيس هيبقى upper motor يا lower motor. الموتور النيوكليوس اوف ذا فيجاس موجودة فين؟ موجودة في المضلة. فعلشان ندي لور موتور لازم يبقى الانسرت او الليجن في المضلة بلونجات. طيب لو سوبرا نيوكلي يبقى فوق في البريك. خلي بالك بس من الناحية دي. وبالتالي عندنا بلبر بورسي اللي هو الليجن موجود في المضلة، يعني واخد النيوكليوس اوف ذا لور كرينيال نيرفز. طب لو في البرين فوق في البورتكس اللي هي سوبرا نيوكليا هيبقى اسمه سوبر بلبر بورسي. لازم يبقى في ليجن على الناحيتين علشان يبقى في سيمتومز عند الاكل. مفهوم الكلام ده؟ يبقى عندنا بلبر وسودو بلبر نيوكليا ان سوبرا نيوكليا ليجن. انترفرينيال بوز تروما، يعني ربنا يكون فينا جميعا يوميا. في الفرنساوي جاي شباب زي الكل تروما ولاسريشنز ومشاكل وجميع المشاكل اللي هنشوفها دي موجوده على الواقع. برين لاسريشنز، سيرجيكال تروما اللي عندهم تيومرز وفي تدخل انترفنشن سيرجيكال انترفنشن. طبعا عشان اوصل لليجن لازم اخرب شويه حواليه، او عشان اشيل تيومر لازم شويه تخريب حواليه. تيومرز ابسسس في البرين او السيرجيكال انترفنشن برضه ينتج عنه هذا التخريب. فاسكولار اكسيدنت، لو بلبر النهارده بنشوف حالات ان المضله فيها ليجن وبيحصل بلبر بوز. اسباب يا تروما لاسريشن في المضله، طبعا دي حاجه مشكله جدا، يا اما فاسكولار اكسيدنتس امبولس هيموريج ترومبوز، يبقى اسمها سيريفاسكولار اكسيدنتس. او الجديد اللي ابتدى يظهر اليومين دول فايرال انفكشن بتأفكت النيورو ابيثيليوم او النيورو اليمنتس اوف ذا ميدالا اتسيلف. النيوكليس نفسها تبقى افكتد بفايرال انفكشن. وكل شوية تلاقي واحد دخل الكومة وعنده بلبر بورسي وبعدين يتحسن، وأغلبهم بيتحسنوا بين فيرال انفكشن. لما نقول كرينيال كوزز وكلهم بلا استثناء بيتلخبط ما بين كرينيال وانترا كرينيال. انترا كرينيال يعني جوه الاسكال.
قوي في الاستعجال وقت الامتحان تقول له انترا كرينيال او كرينيال يخلط بين، وتلاقي السؤال سهل جدا وانا عارف انه حافظه بس هضطر اديله في صفر. يعني لما اتكلم كرينيال كومبليكيشنز في تايمز مين؟ كرينيال، كلمه كرينيال هي السكالب البوني افكشنز. فهنا في فرق بين الانترا كرينيال والتيومر والفاسكولار اكسيدنتس والابسسس والكلام ده كله والكرينيال نفسه اللي هي السكال افكشنز بوني افكشنز بوني كومبليكيشنز اوف تايمز مين تبقى كرينيال مش الانترا كرينيال والسي اس اف انفكشن والبرين اكسس. خلي بالنا من النقطه دي مهمه جدا، ده النقطه فعلا الكل بيغلط فيها. تروما سكال بيز فراكشرز سيرجري على السكال بيز، وما اكثر دلوقتي التيومرز مالجنت تيومرز افكتنج ذا سكال بيز. المينينجايتس بيزا المينينجايتس وسكالبيز اوستيومايلايتس، واشهر سكالبيز اوستيومايلايتس المفروض نبقى كلنا عارفينها هي راب مالجنت اكسترنال اوتايتس اللي نادرا ما تشوفها الا في انكنترولد دايابيتس. مالجنت اكسترنال اوتايتس تساوي انكنترولد، يعني عيان الدايابيتس بتاعه عمل فيه اللي ما يتعملش ومحدش واخد باله، لا بيديله علاج ولا بيظبط له اكله ولا بيديله انسولين. من غير انسولين مش هنعالج العيان بتاع مالجنت اكسترنال اوتايتس اللي هي اوستيومايلايتس بتبتدي في الديب اكسترنال كمان بوني كمان وتستند على السكال بيز وتخلي السكال بيز كلها عباره عن الجيلي جيلي لايك ماتيريال انها سورت اوف فاسكيولايتس اوبليتريتد بلاد فيسلز من الدايابيتس. واهم حاجه في علاجها ان احنا نظبط السكر بتاع العيان باي انسولين، ما ينفعش اورال انتي دايابيتس خالص. ساركويدوزيس ده اوتومين ديزيز، تيومرز نيزو فارنجيال كارسينوما انفلتريتنج اب في السكالبيز، كيمو دي تيومرز كلومس جيجيلير وغيره، مالجنت ميدل اير تيومرز بيدو برضه السكال بيز والابر ليك بتاخد 9 و10 و11 وبتاخدهم فين؟ في الجاجولار فوريمن اللي هو بيسموه جاجولار فوريمن سندروم 9 و10 و11. 12 مش ماشي معاه ماشي في كنال لوحده لكن ممكن قوي علشان قريب يتاخد معاه، لكن جاجولار فوريمن اصلا 9 و10 بريفرال نيورايتس. بنتكلم على افكشن اوف ذا فيجاس نيرف. الان كنترول دايابيتس ميليتس الدفتيريا اللي الحمد لله دلوقتي بقالنا 15 20 سنه ما شفناهاش خالص، وفيرال نيورايتس زي الانفلونزا فايروس ده بريفرال غير افكشن اوف ذا نيوكليس في المدار. ده حاجه تانيه. هو الان سيمبتومز اند مانيفستيشنز اوف فيجاس نيرف افكشن. لو يوني لاترال السيمبتومز هتبقى كثيره. لو باي لاترال لازم السيمبتومز هتبقى مانيكس واحده منهم. يوني لاترال افكشن يوجوالي اسيمبتوماتيك. ليه؟ لان الاذر سايد بيكونسيت يحصل له شويه شوكينج من الاول شويه مشاكل عشان الفوكال كورد وبعدين البيشنت بعد يومين ثلاثه اسبوع يبتدي يمانج السيمبتومز واللي تشوفي المسألة دي تتحسن. لكن لما نفحص العيان ده بالمنظار او نبص له بالمرايه في الدايركت لاريكوسكوبي هنلاقي حاجه واضحه جدا، الناحيه اللي فيها فيجاس نيرف بارالايز او حتى ويك باليسز هتلاقي في بولينج اوف سلايفا في الهايبوفاني خصوصا في الهايبوفاني، وده ساين ما نعديهوش. يعني اي عيان عنده شكوى في الفاكس ونبص بالمرايه نلاقي الناحيه اليمين مثلا كلين وكليرنج اتسلف وكليرنج اتسلف بالبلد والماسلز شغاله بتسويز وتنظم، والناحيه الشمال السلايفا في ستيزيس اوف سلايفا او بولينج اوف سلايفا، يبقى في مشكله في الحته دي. يا اما فورين بودي زي شوك سمكه فبتخلي الواحد مش قادر الماسل تشتغل لانها تبقى بينفول، او تيومر
او باراليسيس. ثلاث حاجات دول فتش عليهم قولين قولين نص غايبة على ناحية واحدة. لو البايلاترال ديزيز افكتنج الناحيتين هيبقى ديسفيشيا مور تو فلويد. طب ازاي مور تو فلويد؟ اشمعنى؟ المفروض ان الديسفيشيا ديفيكالتي اوف سوالوينج تبقى للسوليدز اصعب، لكن هنا في الباراليسيس والكوردينيشن اوف ماسلز المشكله بتبقى اكتر مع الفلويدز، لان علشان ابلع الفلويدز لازم محتاج ماسل كوردينيشن بحيث ان تقفل من فوق وتسكويز لتحت. البولس بتاعت الفود اللي هو سوليد فود او سيمي سوليد بسهوله تنزل، انما الفلويد يجي العضلات الضعيفه تضغط يفط شويه فوق وشويه تحت وشويه جوه الحنجره اللي هي مش مقفوله كويس، بيبقى فيه ديسليشيا جامده جدا. فريكوينت انهاليشن واسبريشن وتشوكينج. شوكينج يعني يشرب، يجي يشرب بقى الميه كح 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 والميه تطلع من المناخير، ولو عنده صوت تتكلم كمان فرنسا. كلمة شوكينج بتتكلم بتتكتب بهذا الشكل. كلنا يا بنكتبها دبل او يا سي كي. لا في فرق بين شوك وشوك. كتب سي اتش او كي اي ان جي. accumulation of trauma in the hypopharynx علشان بلع صعب يبتدي اوفر فلو على الحنجره ويعمل لنا choking. the endo muscles of one side at least or two sides of the vocal cords ما بيحكمش السفنكتر اكشن بتاعه، ما بيقفلش كويس. لما يبقى حته مش قافله كويس وجنبها بولينج اوف سلايفا اند فلويد يبقى بتعدي على الحنجره وتعمل انشيت كف ريفليكس. لو مفيش كف ريفليكس كمان هتبقى كارثه، لان هتبقى البلاعه كلها نازله على اللانج واللانج اكسس والغنيه بشكل اكتر واحد. انفستيجيشنز حاجه اسمها فيديو كلوروسكوبي وهيز دايجنوستيك. خلي العيان يبلع راديو بيك فلورينيتد ماتيريال وبالتصوير بالسي ار نشوف البلع على الطبيعه ونسجله، بيبين بقى السوفت بلد كومبتنت ولا لا، في اسبريشن واوفر فلو على الحنجره والفوكال فورس ولا لا، ودي هتلاقيها بيتكرروا في الاغلب الفرنجيه بتزيد. تريتمنت unilateral cases no treatment. وبره النيورولوجيكال انسلت نعالجه عند بتوع النيورولوجي، بيدوا بقى فيتامينز بيدوا حاجات للبلاد فيسلز بيدوا حاجات للبليدنج، وغالبا with time the condition will improve. But bilateral cases بتحتاج management كويس. سيمي سوليد فود لان الفلويدز عرفنا ان هي هتبطئ في الدنيا وبلعها صعب. اليونيلاترال ممكن العين في الاول يشرب، بس بعد شويه بيبتدي يتعلم ان يميل راسه كده بحيث ان الفلويد يخش من ناحيه الكورد السليم، فما يحصلش اوفر فلو او انهيليشن او اسبريشن. نعلمه ان ياخد بق في بق، كلنا نمسك الكوبايه نقوم ده الام كويس. ده النيورولوجيكال سيستم ساوند زي بالظبط واحد عمال يتنفض ولا يمشي على السلم، لان عنده البالانس بيرفكت. انما تعالى واحد بلع عنده في الطيب وهو نايم بيصوت والدنيا بتخربه وهو نايم في السرير، ده بيعلم انه البني ادم ربنا سبحانه وتعالى لما خلقه خلق بيرفكت، لكن فعلا صنعة لا تقدر، صنعة صعبة جدا. بني ادم اللي ماشي على سلك ولا ماشي على خط رفيع وعمال يضرب شقفصات، ده ايه ده؟ تعالى شوفوا بقى لما السيستم يفير ويجي له بالطيب. سبحان الله حقيقي. سيمي سوليد فلويد، سيمي سوليد فود، سمول سيبس اوف ووتر ياخد بق في بق ويمانج كده علشان يطلع لقدام شويه عشان السوفت بلد ينزل يغطي بحيث انه ما يشرقش في كل سب يشرب. لو فشلنا مفيش غير النيز
جاستريك فيدنج تيوبر. الليزو جاستريك تيوب والكلام ده هنعرفه في الجراحه والبطن ان شاء الله، يا اما ليزو جاستريك عشان نشخبط منها لو في فيدنج ولا مشاكل في الاستومك، او ناجل العيان نحط قمر وخرطوم في التيوب وتبقى تيوب كبيره شويه وناكله حاجات في الميكسر المخلوطه فيها كفته فيها لحمه مستويه فراخ مستويه مع اخضر مش عارف ايه، وده طريقه جميله جدا للفيدنج لان العيان بيبقى ماشي والنبشمنت عنده مش مظبوط. لو كل ده فشل مفيش غير الجاستروستومي. جاستروستومي يعني اوبننج في الاستومك وبرضه خرطوم وبالقمح نحط له كله دايركت على الاستومك شخصيا من غير بقى نمر على الحاجات اللي هي مشاكل. الجاستروستومي كانت زمان عمليه بجنرال انستيسيا وفتح بطن ونرتب ونقفل الجلد ونقفل العضلات. دلوقتي بقى حاجه اسمها انتينيس جاستروستومي، يعني تروكه وكانيولا عريضه والجراح يخش عارف الحته اللي هيخش فيها ترك التروكر والكانيولا دخلوا التروكر طلع والكانيولا اللي بره فضلت الداخليه فضلت وفيها جوه حاجه تكون فاتحه في الاستومك وخلاص. يبقى بتتعمل بلوكا انستيزيا سهله جدا غير تينيس جاستروستومي. هنتكلم عن حاجه اسمها فيلو فارنجيال انكومبتنس ومش فيلو، حتى اساتذه كتير بيطلعوها فيلو اتس نوت فيلو. فيلم هو السوفت فيلو فارنجيال يعني المصر او السفنكتر بتوين سوفت بلد اند بوستيريور فارنجيال وول اسمها فيلو فارنجيال انكومبتنس لما يحصل باراليسيس في البلد او في المسلز بتاعت السوالوب اللي هي السفنكتر الابر والميدل فارنجيال سفنكتر كونستريكتور مسلز. باي ديفينيشن ايه هو؟ وارجوكم اي موضوع عندك في الانف والاذن دايما يبقالوا ديفينيشن بتاعتك. اول حاجه سؤال في الشفه والمهيئ والبسيط جدا بيكلمني عن تنس. وات از تنس؟ وات از سترايب؟ وات از هورسز؟ اذا ما كنتش عارف الحاجه تقول لي دي هي ايه الاول مفهومك ليها طب هتلاقيها في الثاني. فالديفينيشنز مهمه جدا ان هي دي يعني السؤال بيبقى جبر الشكل انك تدخلك في سؤال والمفروض انه بسيط جدا. فيلو فارنجيال انكومبتنس اتس مال فانكشن اوف ذا فيلو فارنجيال سفنكتر. ايه هي الفيلو فارنجيال سفنكتر؟ هنعرف بعدين. طبعا علشان مفيش حاجه تحط من المناخير، ودورينج
السبيتش كل الحروف تقريبا ما بتطلعش من المناخير غير الام والام، هما دول الحرفين بنسميهم النيزل ليترز بتوع الفونياتكس وبتوع الصوتيات يعرفوا الكلام ده. الحروف كلها بتتقسم فريكشنال فارنجيال فلاتل اند نيزل. النيزل ام وام، الواحد اللي بقى عنده نيزل اوبستراكشن يجي يقول الام يقولها ام بقت خلفه ام بقت خلفه، انما انا اهل المناخير اهو كي بي ما اتاثرتش لان دي نيزل ليترز ودي حاجات ثانيه كاما فريكشن بين الطنج والهربلة او جايه من الفارس او جايه من الهرب. In competence of the sphincter, the soft palate fails to close the sphincter during the swallowing and speech. دايما اوتوماتيكالي الصوت palate بيطلع والجزء الريجل بتصير فرنجيال وول من السوبيريور فرستريكتور ماسل يطلع لقدام وده يقفل عليه يبقى عامل السفنكترنج اكشن. ايه الايديولوجي؟ كونجينيتال كوزز كليفت باليت، الاطفال اللي بيتولدوا بسوفت باليت كليفت خلاص الدنيا انتهت، مشاكل والله يكون في عونها الام اللي جابلها الطفل سوفت باليت كليفت واللي قلع منه كومبليت كليفت يعني واخده البول وواخده كمان معاها السوفت باليت. الولد يجي يرضع وجعان ومتنشط ومتشجع وبعدين يرضع كله طالع من مناخيره. في دي هيبقى صعب جدا. الكليفت باليت يا كومبليت بمعنى بوني اند سوفت باليت يا اما انكومبليت يعني سوفت باليت بس هو اللي مشكوك يا اما حاجه اسمها سب ميجوزا ايه سب ميجوزا كليفت؟ هتقراها مش هتفهم منها حاجه الا تحط تعرف ايه هي إيه السب ميجوزا. احنا اذا كان عندنا الهارد بلد كده والسوفت بلد ويورو الهارد بلد مع السوفت بلد هتلاقي عامل كل ده بقى خلاص واليوكلا عباره عن واحده هنا وواحده هنا وكده مفيش حاجه ده الكومبليت. الانكومبليت الانكومبليت هنلاقي الهارد بلد سليم والسوفت بلد المفروض كده لا هنلاقيه برضه مشكوك الى لوحدها هنا والنص الثاني هنا وده هو اللي مشكوك في الهارد بلد يبقى ده انكومبليت كليفت. طيب ايه حكايه سب ميكوزال كليفت؟ وده مهم جدا 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 علشان اللي هيشتغل انف واذن ويقع في حاله فيها سب ميكوزال كليفت بلد ويعمل له ادينولكتومي وتوصيلكتومي يخش السلم. الطفل اهله بيودوه للدكتور عبد القدر ولسه كان عندي شهر مش تابع حاجه. البنت عندها حوالي 5 سنين او 4 سنين في عمل سنه البنت خانت لا ده لحميه نشيل اللحميه. طيب الصم جوزها كليفت ايه؟ ده الهارد بلد هنلاقي فيه خط ابيض بس كده واليوفلا كده والسوفت بلد طب ايه الخط الابيض العريض الشريطه الرفيعه دي؟ ده عباره عن انه نورمالي المسلز راح في الميديان رافي ومسك وده الانسيرشن بتاعها اللي لما تيجي تكونتراكت تمسك فيه وتشد الفلت عشان يطلع فوق يبيته مثلا. في العيانين دول مفيش الميديان رافي والمسلز جت هنا ووقفت وجت هنا ووقفت والحته دي كلها عباره عن ميكوزه نيزل ميكوزه واورال ميكوزه بس عشان كده بتبان زي الشريط الابيض صب ميكوزه كليفت.
يعني كانه مش موجود، بس انت يا دوب السقف كده حاطط ستاره، حد هيجي يدوس فيها هيقع، ما بقاش سقف. المصلز اكيد الكونتراكت مش هترفع السوفت بالت لفوق مع الريدج اللي احنا بنقول عليه عشان الميزفيكت. طيب العيال ده كان عنده او عندها لحميه كبيره هنا وصاب بجوزه كليفت، فيا دوب حركه بسيطه للمصلز مع السبيس اوكيباين ده بتقفل وتعمل كنترول للصوت. طب انا جيت شيلت بقى الكتله اللي موجوده دي كلها والصوت بلد اساسا ما بيجيش اكتر من كده، تلاقي العيال كل كلامه وكل حروفه هربانه من الدوز وعنده حاجه اسمها راينو لاليا ابيرتا. ابيرتا يعني اوبن بهواها، وراينو لاليا يعني خنفان. يبقى كلمه راينو لاليا في نوعين، يا كلوزا اللي هي دي وانا بتكلم كده قافل مناخيري، ميزوفاريكس مقفول اي حاجه هتديني راينو لاليا ايه؟ كلوزا يعني كلوزد راينو لاليا، او ابيرتا. ابيرتا يعني كل حرف يهرب من المناخير، تلاقي البنت يا ايدي الصغيره واهلها طبعا بيوتها البؤس، لان البنت هتخش المدرسه العيال هيقعدوا يتريقوا عليها ويبقى نفسيا مش مظبوطه وغالبا هتسيب التعليم. كل الحروف مفيش كنترول خالص للليترز عشان تطلع من البق، فكله قبل ما يجي البق طالع من المناخير راينو لاليا. فخلي بالنا قوي من السب بيفوزل كليف، ودي اهميه المحاضره دي، انت هتقرا وهتفهم كل حاجه بس في حتت معينه فعلا هيبقى صعب لازم حد يقولها لك، علشان احنا لما عرفناها حد قالها لك. يبقى هو ده السب ميفوزل كريفت. تروماتيك يا بنشوف تروما وانجريز سواء بوست انسيدنتومي او طفل حاطط الالم الجاف في الرينولد في بقه وبيلعب مع اصحابه هوب قام نازل قام الالم راشق في السوق ثلاث قطع ونصين. طب ما هي تروما برضه نفس الفكره. وساعات الدبيسه تخش وتنشأ جوه ويجي لنا احنا بقى نبتدي نعمل ونشيلها لان الالم شدوه من غير التبليسه الزرقاء بتاعته. كتير قوي الكلام ده بيحصل. Paralysis of the soft palate اللي احنا قلنا supplied by the cranial part of the nipple او الاسسفل. كان زمان اي soft palate paralysis الكلام ده من 25 30 سنة على طول بنقول اختيار، وده كان أكتر سبب للسوفت بالت باراليسيس. كانت مشهورة إنه العيانين اللي عندها فوشة البكتيريا اللي جاية جنب على السوفت بالت جنب اللوزة على طول توكسينز تعمل باراليسيس أو الأنسيسيتيريا بارت، والعيان يجي بخفان وفترة ويتحسن كبر. دلوقتي دخل حاجة تانية فايرال انفكشن، يجيله انفلونزا وتلاقي السوفت بلد على ناحيه الناحيتين وغالبا ده بيبقى ريفيرسبل. انما لو في مثلا تيومرز في السكاب بيز ده هيبقى بيرفكت. ايه الكلينيكال مانيفستيشنز اوف رينو فارينجيال انكومبلنس؟ يعني السفنكتر بتخوت. سكيب اوف فلويدز ثرو ذا نوز ديورنج سوالوينج بنسميها نيزل فيجيرش. طبعا ممكن معاها شويه رز وشويه باركينز مش مشكله، مش لازم كلوتس، بس الكلوتس هي اكثر تاثرا بالانكومبتنس. سكيب اوف اير ثرو ذا نوز ديورنج سبيتش بنسميها هايبر نيزاليتي او الخنفان، او انكريزد نيزل ريزونانس لان الشغل كله ريزونانس على النوز، او راينو لاليا بيرت. كلمه راينو لاليا هي الخلفان، هي increased nasal dissonance hyper nasal، كلها synonyms بنفس المعنى. ونعرف ان الرينولاليا او الخلفان في closed او closed rainolalia open rainolalia. ايه الكومبليكيشن؟ تختار تسكر في بيبي مولود زي ما قلت لكم، احيانا بنضطر انك تعمل في مدرسه الجديد. تايتس ميديا يوتيوب ستيكن تيوب
كل عيانين الباتال باراليسيس او السوفت باليت باراليسيس او الكومبليت كليف، سواء سوفت باليت كليف او كومبليت كليف، واغلب اللي هم سب ريبوزر كليف عندهم ستيكيرتي ديسفانكشن. ليه؟ لانه التنسور باراتاي بتمسك في الميديان راف اللي قلنا عليه وتمسك في الكارتج بتاع الستيكل تيوب، واحنا بنبلع واحنا بنعمل يونينج يعني بنتاوي تقوم تشد يقوم بافو خير داخله الستيكل تيوب كده مفيش كلام. بسبب ايه؟ ويكنس اوف او باراليسيس اوف ذا تنسور باراتاي ماسل. الانفستيجيشنز فليكسبل الفريبوسكوبي ونشوف على الطبيعه، والفيديو فلوسكوبي بيهمنا الليزر سجيرش على السي ار بتاع الشنب. تريتمنت اذا كانت حاجات مايل يبقى بتوع الكيمياتكس بيقوموا بيها فيما يسمى سبيتش ثيرابي بتوع العلم الصوتي الكيمياتكس. دلوقتي هنفوزهم فيها ايديولوجي وفونياتريكس وايه الروزن سبوت اللي هم الجراحين. الفونياتريكس اللي هم علم الصوتيات يروح لهم بقى الفنانين والمغنيين والمدرسين اللي عندهم مشاكل في الصوت وهكذا. دنتال بروسيسز الجماعه اللي عندهم كلاب فلت وحط حاجه كده على البلد اوبتيوريتور يقفلها. سيرجيكال تريتمنت وده اللي المفروض احنا بنعمله تو نارو دي جاب ريجن اوف سفينكتر. طب ايه الطرق؟ واحد عنده انكومبتنت فيلو فارنجيال سفينكتر. طب نفكر كده نعمل ايه؟ حاجات بسيطه بتوع الكوميونتيز صلحوا له شويه، انما حاجه كبيره زي البنت اللي بقول عليها دي لا مشكله. هنفكر ممكن نعمل ايه؟ بتوع الكليف بلد هنعمل بسيط، هنعمل ريبير وبعدين واحنا بنعمل ريبير نزق البلد ناحيه اليوت لورا شويه عشان نطوله يقوم لما يكونتراكت يقف هو كده قصير. وده كتير في الجيم لما اعمل ريبير للكليف بلد باخد اعمل حاجه اسمها بوش باك اسحبه لورا بالنب سبلاي بالباد سبلاي كل حاجه اسحبه لورا شويه. طب السحبه لورا دي هتيجي ازاي؟ تيجي على حساب ان الميكوزا انا عندي كلاف بلد كده ده مفتوح كده. انا لما باجي بعمل الانسيجن بتاعي بعمل الانسيجن من الميكوزا كورة الميكوزا اللي على الهارد بلد وابتدي اعمل ديسكشن اقلب بيه كانها نزلت تحت كده، دي نزلت تحت كده ودي بقت جون اريا. وبعدين افصل السوفت من الهارد باليت. في فايبرس اتاتشمنت افصله، وبعدين امسك كل ده وبدل ما كان الطرف النص اللي يقفل هنا هتبقى هنا بس شويه. كاني زقيته لورا، طيب لما اجي اقفل هيحصل ايه؟ لما اجي اقفل في النص ده كله هيبقى برس، هلاقي ان الحته دي نزلت هنا. يعني سبت رو اريا. مش مشكله، الحته اللي هي اللي مكان عملت السكشن كل الحته دي هتبقى دي رو اريا تحصل جرانوليشن دي جرانوليت وبعدين الكورة اللي يكوزها هتحط فيها ان دي على البون مش هتعمل فيست دي تحتها البون اوف ذا هارت. ودي عمليه بسميها ايه؟ بوش باك او لينثنينج اوف ذا سوفت باك. بعد ما بعمل ريبير طبعا بمعنى ان الكليف اخد خد الجرس هنا الناحيه دي والناحيه دي وخليت الماسلز بقوا انكرد لبعضهم. طيب دي طريقه تنفع في السوفت باليت سواء كان كومبليت كليفت سوفت تيشو كليفت او حتى سب ريبوزا كليفت. طيب ايه تاني؟ دي باليت بلاستي فارينجو بلاستي
طولته لما بيجي يقفل برضه في جاب بينه وبين السيرو كارديشيال. طب اتصرف ازاي؟ فاهم قصدي؟ هذا البوستيريور كارديشيال وول. كده وهذا السوفت بالانس اللي ما بيطولش لما بيطلع لفوق يا دوب بيبقى كده وفي حته كده. اجي اعمل انسيجن فوق الميكوزا الميكوزا بس على العظم بوستيريور وابتدي اعمل بوكيت اشرح الميكوزا من العظم بتاع البوستيريور فالانجيال واعمل زي الجيب. عملت جيب اجيب فات ولا ايه؟ يبقى هنا هقوم جاي فات ومدخل الفات في البوكيت ده يقوم يعمل لي كده زي الست الحالي كرشه لقدام شويه مليان فات بحيث السوفت بالانس لما يبتدي يطلع ما يبقاش الفراغ ده موجود. هو في نفس مكانه وانا خلصت كل شغل على السوفت بالانس يبقى انا بعمل ما يسمى اوجمنتيشن اوف بوستيريور فارينجيال ديرمو فات يعني مفهوش سكن في بس الدرمس مش الابيدرمس بشيلها وبعدين احشيه واقفل الغرز من فوق خلاص انا سبت الفات هنا خلى البوستيريور في الجيوب مكرشه لقدام كده بحيث السوفت بلد لما يطلع يلاقيها يقفل عليها. حاسس ان حاجه جميله جدا وسهله جدا مفيهاش اي مشكله جراحيه. فلاتو كارينجو بلاستي يعني الاول اشتغلت على السوفت بلد وبعدين على البوستيريور فارنجيال وول او اشتغل الاثنين مع بعض. حاجه اسمها فارنجيال ميكوزا لاب انسيرتد انتو ذا سوفت برضه علشان نفهمها لان تكررها مش عارف هي اصلا ايه مهما شرح. هذا السوفت بلد وهذا البوستيريور فارنجيال وول وعشان الشورت بعد الريفير والتطويل وكل حاجه بيطلع لفوق كده اهو يبقى فيه جاب وفيه هايبولاليا. طب هنتصرف ازاي؟ ثلاثه فرينج فصل هنيجي من تحت هنا وناخد انسيجن زي تاني بس هناخد ستريب من الميكوزا ونقلبه لفوق هيبقى عامل كده والحته دي هتفضل تقول هي مش مشكله هي طبعا فيري بينفول تقعد حوالي اسبوعين الطفل يطلع عينه في البلد. حته مهما حاولنا نغطيها بالميكوزا اللي باقيه لان دي لو بتصير الخارجيه بقول كده اهو احنا خدنا ستريب ده رفعناه لفوق كده وسيبنا الحته دي كلها روح ايريا يعني ما عندهاش خارجيه ميكوزا فيري بيزك. انما المهم الكلاب اللي هناخدها دي اسمها سوبيريورلي بيز. البيز اللي جاي منها بلاد سبلاي سايبينها من فوق. يعني احنا خدنا ستريب وقطعناه تحت ويمين وشمال وعملنا له ديستكشن وقلبناه. يبقى ماسك منين؟ من فوق. البلاد سبلاي واخده من فوق يبقى نسميها سوبيريورلي بيز. في حاجه اسمها انفيريورلي بيز ممكن بس هي احسن عشان انا عايز اطلعها لفوق تبقى سوبيريورلي بيز. بعدين هاخد الفلات دي سوفت بلد من تحت بقى من ناحيه الكوره الميكوزا هاخد الفلات دي ارفعها واعمل لها رو اريا سوفت بلد واشبكها. لكن انا خدت الكلاب وشبكتها في سوفت بلد وسبت يمين وشمال جتر بس بحيث اي نيزل سكريشنز هتنزل هتلاقي في النص الفلاب دي عامله كده لكن يمين وشمال في جتر مفتوح بحيث سكريشنز تنزل بوست نيزل عادي خالص. وفي نفس الوقت لما يجي البني ادم يتكلم يبقى انا قفلت الوسع الجامد اللي جه وقتها ضيقت القدر الامكان مع الفوريات اكس والفوريات اكس يبتدي الصوت بس يفهم بدل ما الكلام بتاع يبقى خلفان بس معقول وحروف مفهومه ما عندناش اكتر من كده. ده اخر ها انا جبت الصفحه بتاعت السكريبت
يتخرجوا في النص، يبقوا انكورد وماسكين لبعض، بحيث المصل لما تكونتراكت وتجيب الانسيرشن ناحيه الاوريجن يبقى كونتراكت، مش كده تقوم هي جايه ناحيه الانسيرشن وما تحركش الكارتريج مثلا او ترفع الليبيتور بالك. كده خلصنا الفالس والكومبتنس. نتكلم شويه عن الاذوفرس. الاذوفرس كأنادم زي ما انتم شايفين. بيبقى ورا التراكيه ورا الكورتيكوش. معدي فين بقى؟ معدي فين؟ في الدايفرام. الدايفرام هنا ليه تو كرورة رايت وليفت كراس، عاملين زي اللي بيمسك حبل ويربط عقد. الكراس اليمين والكراس الشمال ومعدي ما بينهم الاسوفيجس. الكلام ده مهم جدا 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 لان ده هو اساس الباثولوجي والايديولوجي اوف ذا هيليتس كيرف واساس الجيرل جاستروجيا والفاكس ديزيز اللي فيري كومن. وانا بقول لكم يمكن ربع او تلت العيانين في العالم مش في مصر عندهم جير، واللي مش هياخد باله من تشخيص الجير اللي هو الجاستروجيا والفاكس ديزيز كل العيانين هيشتكوا بصوتهم وبحمرتهم وبزورهم وبلعهم وبمناخيرهم وبسكريت الاوتيتس ميديا بشكل كتير جدا، لان العصاره الحمضيه وهو نايم فتطلع على الفالكس وعلى الزوفيجاس وتعمل انسليشن وتعمل بايت الزوفيجاس والكلام ده كله ومحدش عارف عليه. بيديهم ايه؟ انتي ستامينز وانتي بايوتكس وانتي انفلاماتري. نون ستيرويدال انتي انفلاماتري تولع المعده وتزود الحامض وتبقى دخلنا في وش السرطان. خلي بالك التو كروره عاملين كده زي العقده بتاعت الحد. لما يجي الاسوفيجس يعدي وعايز يقفل هي دي اساس الاسفنكتر، تقوم قافله خلاص تمنع اي جيرش من الاستومك على الاسوفيجس اللي بنسميه ريفلوكس ديزيز. جاسترو اسوفيجيا ريفلوكس ديزيز جي ار جاسترو اي ار جير. نتكلم على الكونجينيتال انوميليز. في اطفال بيتولدوا كافيزيا. كافيزيا كان حته ما اتكملتش وبقت رفيعه كده ومقفوله. بس اغلبهم مع فوق الحته الاتليتيك زي ما هنشوف في كونكشن بتوين ذا اسوفيجس اند تراكيا بنسميها تراكيا اسوفيجيا كريستي. ذا موست كومن كونجينيتال انوميلي اسوفيجس اتس فورمد اوف تو سيجمنت. Upper part is blindly pouch وبعدين lower part connected to the trachea بهذا الشكل. هذا ال upper segment معمولة blind زي الحارة السد وهذا ال lower segment اللي طالع من الاستومك. طبعا في fibrous tissue ماسك بينهم بس ملوش أي قيمة ودي فتحة في التراكية. ده باتريسيا of the esophagus with tracheal esophageal connection of physical. هنعالجها ازاي؟ هنيجي هنا نقطع الحته دي نعمل ريفريشنج ونقطع الحته الصغيره دي وبعدين نيجي نقطع هنا ونوصل الطرف ده للطرف ده بهذا الشكل. والعمليه دلوقتي بقت تتعمل بالمنظار ربع ساعه بس جراحين الاطفال بقوا اكسبرت. بعد ما كانت مشكلة ليه؟ تعامل مع بيبي مولود لازم تتدخل فورا. بيبي لسه وزنه 2 كيلو ونص 3 كيلو. تفتح الأبو وغالبا هتخش على الجسم والعيان يخش بعد كده في المشاكل بتاعت الاسماينايتس. وأغلبهم قالوا بيروح للنادي. دلوقتي بالمنظار بيخش يقطع. يعمل ريفريشنج ويقطع هنا. الوصله اللي مع التركيه لوب رابطه وخلصت ويعمل لنا التوصيله بتوين لور سيجمنت والابر سيجمنت والعمليه تمشي زي الفل. ايه السيمبتومز بتاعتها؟ معرض للكارتيكيشن ملك و
withdrawing starting immediately after first يبقى ده ايجر جدا يعني عندهم قلق انه الولد لازم يرجع سواء هيدوا له ميه سكر هيدوا له سيرف مامته هيدوا له كورونا على حسب طبعا اللايند اند دي حاله ثانيه هتبتدي بالميل بالميل وبعدين اوفر سبيل على الجهاز والفكيك او ده الجرشيش طلع من بقه ونزل على التراكيه من فوق السكلينج طبعا دفن لانه كل ما هيشرب هيشرب وهيبطل ممكن يبقى يحصل له شوكينج ويحصل له سيروزز لما اللنج نفسها او التراكيه تبتدي تتملي بالملي انفستيجيشنز كاتيتر كان نوت انتر ذا ستوم هتخش ازاي في حاره سد تحتيها اللي هي الابر سيجمنت او الاسوفجس لو ندي لبيدول ومش هينفع بقى حاجات ثانيه بين البيك كريتيريا لكن لبيدول عشان لو حصل سبيل اوفر منه على الريسبيراتوري سيستم على التركيه ما يحصلش مشاكل انما باريال ما ينفعش هيبوظ اللنج هنلاقي طبعا اللي بيدول مكون في كالبي ساك او بلايند ان في الابر سيجمنت او الاسوفجس تريتمنت اللي سيرجيكال بين زي ما شرحنا بتوع البيدياتريك سيرجري هما روما للزوفرس فورين بودي انفكشن الانسيدنس اكسيدنتال في الشيلدرن وسويسايدال في الادرس ازاي؟ دلوقتي الكشك بتاعها في الاذن اللي على الكورنيش هناك يوميا لازم تجيله اطفال ملايين فورين بودي او كبار كبار بقى واحد مستعجل في الاكل وعزومه كده الناس اللي يعني اللحمه بالنسبه لهم بتبقى غاليه قوي يا اما حد من اللحمه نفسها بتتحشر لانه ما لحقش يطبخ يا اما عظمايه بتتحشر في زوره يا اما بالفالكس يا اما نزلت على الاوزوفيس في جميع الفورين بودز واحد شلنا جميع العملات الاجنبيه والمصريه زمان طبعا كان زمان القرش دلوقتي الحاسب الان بيمزي القرش زمان ده كان هو اللي بيتعرض للتخفيض دلوقتي لا كان جنيه حاجه اكتر لو في حاجه كويسه شلنا تنشن محدش يتخيل ان الراجل الكبير يبلع الضبه اللي تحت بتاعه طقم السنان وانا نايم الكلام ده سنه 75 وجالي واحد من القصر العيني القديم اللي هو مكان الفرنساوي دلوقتي وقال له بلع الطقم السنان تعالى مجاني ايه ايه الطقم انا ما تخيلتش ان طقم اسنان يتملى فعلا الراجل كان بلعه وبعد ما قلت له مش ممكن الراجل عيط فانا صعب عليه بعت له من الاشعه طلع فعلا الضبه اللي تحت دي مجموعه كلها الناس دخلت بس مش انتهى له زوجه الاستيزي ودي يعني فرصه انك يو هاف ريسبكت الفيلينجز بتاعتك مهما كنت انت واثق ممكن جدا يكون العين على حد فما تطردوش وتقول له لا ده انتوا عالم مجانين وخصوصا مع الاسف وانت طالع من المستشفى العباسيه بتاعت الامراض النفسيه وقلت بقى انت صحي في الساعه 3 بالليل والراجل هيعمل جنون عليا وانا عايز عندي عمليات الصبح اشتغل فلما الراجل عيط قال لي والله فلا روح في الطوارئ عمل اشعه فعلا طلعت تنشن فهنشوف التايمز تشيلدرن كوينز والديسك باتريز اليومين دول بتوع الموضه بقى زمان ما كانش الكلام ده موجود كان اقصى حاجه يبلع الكرش وعاده بيقف فوق عن فوق تحت الكريكو فرنشيز وبالمنظار بالتكتيف هو سامي نمسكه ونطلع الكرش ما فيش مشكله وما زال حتى انما الجد بقى وخطير قوي 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 هي البطاريات المدوره بتاعت اللعب ومستعمل في حاجات كتيره قوي ليه؟ لان دي امراض بتعمل ديسولوشن للتشن يعني انا شفت اكتر من حاله في المناخير الطفل يقوم حاطط البطاريه الناعمه اللطيفه دي في مناخيره ويبتدي الرياكشن بالاسيد وبالالكالي والكلام ده وتبتدي تاكل السبطه خلاص ما بقاش عنده كارتلاجين السبطه او تخش على الساينس تاكل الميديا وول اوف ذا
زي الالسايمرز ده كله موجود هو الباكتيريز موجود. الاخطر حاطه في ويندو واترقع والولد كل اسبوع بيستحمى والميه تخش تعمل رياكشن كانت الطاقة وكانت اللونج هاند اوف ذا ميليز والله حقيقي. وبعدين دخلت على جوه تاخد الفيشن كسب البكتيريات الصغيره الديسك دي ممنوع تقع في لعبه محطوط فيها بكتيريات الديسك دي لازم تتامن انه ما يقدرش يفتحها او يلعب في وجود حد كبير مهم جدا. القبص بياكل سمك وشوك السمك يا تطلع بقى على حسب حجمها يا في السوفت بلد يا في التونسل يا في الخامس يا في الاوزوريس كل ده موجود. الميت بولز اللي هي العظم بقى اللي اخطر منه الفراخ. انا من سنتين جات لي واحده ست وهي بتاكل صدر الفرخه كان فيه لبك بتاعت الفرخه زي حاجه كده. الراجل بتاع الفراخ كسر وساب واحده منه والست ملهوفه وبتاكل وقامت بلقه مش متخيل يعني لو مرضت دي عظمه قد كده وقامت راشقه ما بين الفارس والزحمه ودخلش يعني كل ده وارد. ده دول الكبار اللي اكسيدنتال. طب امال سوسايد الناس اللي في السجن يجيب الموس بتاع الحلاق ده ويكسره ويبلعه ليه؟ طبعا هو يعمل شوية كليني وفعلا زي بلعه وكل اللي هو عايزه زي ما احنا بنشوف بتوع القصر العيني دول اللي هم المحتجزين او المساكين مجرد ان ينزل يركب عربيه الترحيلات ويخش القصر العيني او يخش المستشفى او يخش اي مكان ويشوف بني ادمين خلق الله بالنسبه له شيء عظيم جدا. ربنا يخلينا شر سلب الحريه. الجزاءات السالبه لحريه الشخص انت مهما كنت فقير ولا 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 وتخرج وتدخل بيتك وتروح الحته اللي انت عايزها لا مكسب عظيم جدا. فهو مجرد انه عايز يطلع بره يشوف العربيات الزحمه اللي احنا عارفين منها وزحام البني ادمين ده بالنسبه له حاجه عظيمه جدا محبوس في الارض. ساعات كانوا يضحكوا بقى على بتوع السجن وهو بتاع السجن بيقول انا بلعت الموس وشويه دم في بقه هو جارح بقه او لسانه وجايب دم يقوم يجيب الموس ويلزقه نص موس طبعا مش موس كامل ويلزقه بلاستر على ظهره في النص وهو عارف هيصوروا صورة أشعة تبان بوست الأنتيريور كأنها بعثوا المستشفى. كل الحيل دي لازم نعرفها في الحرب فور البوزز في الحرب أو لما هنيجي للبوستكس بالذات الحرب برضه عنيفة جدا والأنابل عمالة تنفرد في اليمين والشمال والفجرات وصاحبه تلاقيه راسه راحت جنبيه فيحصل له نوع من البانيك والسعر فيبقى عايز يخلص من الموقف ده يقوم بيجيب ميه البطاريه بتاعت الدبابه او العربيه ويشربها كفوسفيت ويحرق صوره عشان يخلى للخطوط الخلفيه او المستشفيات كل ده واحد. الالدرلي التنشر اللي اتكلمنا عليها وكان زمان بقى لما بقينا الناس الفلاحين والناس الغلابه وحتى بقى ايه ربنا يرحمه المعزومه واللحم البقر ما كان فيه كله الحتت الصغيره حته لحمه ناطرها وتقوم واقفاله ويجيبها احنا نطلعها على بعضها. سوسايد قلنا الدبابيس وغير السوسايد الستات برضه حصل كل الستات المحجبات المحترمات تيجي تعمل اي تيجي تكشف تقوم مطلعه تلبس وحطها بتقعد طبعا قعدنا نص ساعه عشان نشوف الوين ماشي انما وهي في بقها تيجي تتكلم واحد منهم هربان وبلعها يا دخل في الاوزوفيلس يا دخل في الفالس دايما ما تحطش الفالس في الاوزوفيلس. انا بيحصل وعلى اعلى مستوى والواس ودول البريزونرز اتكلمنا عليهم وادي صوره السيفتي بين غير دبوس المشبك بتاع الشفر وده الكوين خلوا بالكم
الكوين ده هنا عادة يوقف تحت الترايكوبرانجيوم سفينكتر. هل ده اعرف ازاي او ده يا ترى هو في الفيزوفيلس الفالس ولا في التركيز وكده ها؟ لا في الفيو ده مش اللي ايه الفرق انه كان في التركية وانه يكون في الفيزوفيلس او الفالس ايه؟ بتحاول طبعا معلش هو اللي بتاعك انتم دلوقتي التراكية الرينج كاملة ولا ديفكتور؟ ديفكتور فين؟ يعني في منه ايه؟ لما الجنيه ده يتبلع هيجي يعدي كده في الرينج مش هيقدر هيعدل نفسه بحيث يبقى الديفكت اللي ورا الممبرين ده هو الدمر الاكبر فيقوم يقف بسيفه. اعمل انا الاشعه الاقي سيف طالع لي. لو طلع بسيفه اعرف ان ده في الايه. انما الاوزوفيكس عرضه لان قدام التراكيه برضه حاشي شويه فيقوم يعمل نفسه. فالصوره اللي انتم شايفينها دي وباين بعرضه والمنظر ده على طول فالس واوزوفيكس. لو كان في الاير واي كنت هشوف السيف بس بتاعه. ها؟ هيكحوا هيطلعوا لو اتحشر، انما نزل هي دي المشكله. اللاريكس الكف فليكس اللي في البوكر بورد بيقفل وبوب تقوم ناطره فوق، انما اذا نزل تحت التراكيه هيبقى صعب. حتى لو اتحشر بين الفوكال كورتس وما موتش العيان برضه هيبقى بسيف. الفوكال كورتس عاملين كده وده الدايمتر الاوسع مش هيخش بالعرض لا يمكن يعدي من الفوكال برضه زمان واحنا نواب كان معايا الدكتور علي الفاية الله يرحمه كان النادي السنه اللي احنا في القصر الليلي القديم اللي هو كان كان الفرنساوي وفي الطوارئ مش الطوارئ بتاع المنصور. الولاد بيلعبوا جنبنا في المانيال ورا البنزينه عند قصر محمد علي مقسمين كوره وبيلعبوا في الله. ايه اللي حصل؟ عارفين البليه الكاوتش اللي الولاد صغيره يضربها تطلع بتاع 4-5 متر دي حاجه كده لعبه. فالواد استبصر البليه فحطها فوق. هم شباب مش قدام صغيرين يعني اعدادي مثلا او بدايه ثانوي وهم بيتخانقوا جول ومش جول لا فاول عليك قامت شارقه قامت البليه داخله عامله بولن سوكت ده اللي فكرتني على البوكر فورس والدارنجيه على ما شالوه جنب وكانت المواصلات الدنيا فاضيه وجابوه الكشك بتاع الفرنساوي اللي هو اصل عين الجديد الولد كان ليه؟ هنا بقى زي الفيلة بتاعت الازازه قفلت تمام. الدكتور علي الله يرحمه كان شاطر جدا انظار صباع ما مش محتاج بقى انذار ولا عمليات ولا بتاع وقام نازل جوه ومطلعها بس ما حصلش بس مش ده فعلا حقيقي واقع حصل. خلي بالنا ما تحطش حاجه في الاكل وهنا للاكل بس مش مخزن يخزن فيه الدبابيس والدور سايكوفكشن بالنسبه للزوفيكس جاست بيلو ذا بريكوفارنجيال سفنكتر وده يعتبر زوفيكس دي بدايه زوفيكس اذر سايتس اوف زوفيكيال كونستريكشن وهي دي المناطق اللي مرسومه على الكروب اللي هنا طبيعي تليق شويه زي مثلا السكند كونستريكشن والليفت برونكس بتعدي من قدامه واخر كونستريكشن جاست اباف ذا بريكوفارنجيال فالحته دي عشان تليق شويه بيبقى فيها حاجتين بيحصلوا. لو فورم بودي يأرست في الحتت الضيقه او البوستي البوتاس الاسيد المواد الحارقه تقوم تتاخر شويه في الحته دي ما تنزلش فتقوم تحرق اكتر ويبقى ما
الريكشن الاضافي ده يحصل في الحته اللي هيحصل ستيزس للفلويد او البوستيف. انما الشارب اوبجكت ده بوز بتاع السن اللي بتعمل فيه الشارب، لا ده هينشا في اي حته ملوش وجود. السيمبلي كونستراكشن طبعا سريشيا جامده، لان كل ما هيبلع هيجيش مش عايز ينزل. الديسك بدلز بتعمل نكروزس اند بيرفوريشن. ليه؟ بتعمل ديسوليوشن للتشن بالالفا. الشارب اوبجكت ممكن تعمل بيرفوريشن، تعمل ميديستايتس انفكشن ميديستايتس. السيمبتومز الهيستوري مهم جدا، حد يجي يقول لك حصل كذا. الديسفيشيا السيفير، وما دام مفيش بلد السلايفا تنزل من جنب البق تلاقيه عمال يلاين من على جنب اسمها درولينج او سلايفا، يعني بيلاين من جنب او من تسكين من جنب بقه. ريجرتيشن اوف اسيد فري فود، لما يرجع فود ما فيهوش اسيد لان الكيمياء مقفوله تحت الاسيد. الساينس فليكسبل فلوكسكوب نشوف، وبلين اكس راي برضه هتورينا بنتو في الماتيريال. الكومبليكيشنز انفكشن والسريشن والبرفوريشن، التريتمنت ريجن كوستيك انجشن في الاوزارمنت، وده كان فيري فيري كومن وكان يعني كوارث في مصر. كان كل شهر بيجي لنا في مستشفى الاطفال في ابو الريش اتليست 30 40 حاله فريش في الاطفال بالذات. اسمهم شربين بوطاس، كان كاتيجوري لوحده من العيانين في العيادة وفي الحوادث في الليل او النهار بالنهار وفي التوسيع. كان في يعني اوضه عمليات خصمه اسمها اوضه توسيع يجيب الاطفال دي وبلوك الانستيك نشربهم بس سيرفس انستيك ونكتفهم ونخش بالاكسبوز ريجن وبموسعات ونحاول نوسع الاستريكشن الموضوع. زي ما قلنا سوسايدر في الارض اللي هم عايزين يهربوا من مكان ما يا اما في سجن يا اما واحده حبيبها هجرها يا اما صاحب الثانويه العامه او الاداريه ده كله طبعا طريقه خايبه جدا للانتحار. حد يبدا عمال تكاوي يعني فهم نفسه ما يموتش، عايز يموت بس يموت ان شاء الله. الستيجز بقى بتاع اللي بدع ماده الخلاص او الماده الحاربه. اكيوت ستيج فور كلوزن اوسبيشاليز اوسبيشن بتاع بقه وشفايفه وانت نازل على الفارس على الاوزوفيجس لحد الصوف. وبعدين بنديله علاج زي ما هنشوف في الفيرست ايد والكلام ده، ياخده اسبوعين ثلاثه يبتدي يتصمر ويبقى كويس. بعد الاسبوع الثالث يخش في الكورونيك ستيج. ليه؟ لانه كان في انسليشن في الاوزوفيس مثلا واثر دي واصله للمصر. هتجيب لي برايمري انفكشن يعني ميكوزا بس مفيش مشكله، انما واخده المصر والفايبرس لير اللي تحتها تصاب ميكوزا يبقى معناها ان هيحصل فايبروز ديليشن تيشو وفايبرس تيشو كونتراكت بعد كده ويدينا ستريكتشر بيلقى في الاوزوفيس. هيروزس وبتكشف فورميشن. الايتيولوجي سترونج الكاليس وسترونج اسيدز. فهي لازم تبقى اعمال تكوين يا حامضيه يا قاعديه او قلويه. السترونج الكاليس دي كانت كومن وما زالت عشان البوتاس البوتاسيوم مادة البوتاس اللي بتستخدم في صناعة البطوط الصابون وكانت بتتباع أكياس ب 5 ساعات كيس من الداخل بتدوب في المية. ليه؟ كان بيستخدمها في غسيل، ما كانش فيه صابون وخيل وغسيل والكلام ده. وكان الناس الطبقة المتوسطة والأقل متوسطة عمال طول النهار بيشتغل ويجي يغير هدومه. طبعا حاجه بقى كميه وسخ وعارف فيها الست البيت عشان تمسك على ايدها وتدعك لا يمكن، فتجيب اللبس بتاع الشغل ده
وتنقعه في الطش وتحط عليه البوتاس وتدوبها في ازازه وزي اللبن بالظبط. تدلق شويه على الميه وتقلبهم مع عصايه الغسيل مع عصايه الغليه وتسيب الهدوم لهوم الماده الكاويه كديترجنت تنظف الوسخ يجي الابن بيلعب كوره يحب انك تتكلم ومعاه التقسيمه في الحاره وجاي يجري في الحاره وتعبان يلاقي ازازه لبن يقوم عاملها على طول ويمشي. اهو ده كان السبب في 30 40 حاله فريش اللي بتجيلنا كل شهر لبن ويمشي. كابتن يا كابتن الحمد لله دلوقتي لا بقى كنت تروح قدام مستشفى بريش لو مجهزين علشان الولاد يشربوا ويجيبوا على طول. والله كان في الشارع اللي هو ما بين القصر العيني ومستشفى بريش العربيات اللي بيسوقها بتوع الباعة الجائلين دول الكيس بوتاس بشيل 5 سنين ما بتبقاش غالية ومنحوتة. دلوقتي الحمد لله المساحيق غالية ورخيصة وكله بقى موجود وبطلوا يستخدموا هذه المادة التنظيف وبالتالي نادرا فكل شويه يعني مثلا كل شهر تيجي حاله بعد ما كانوا 30 40 حاله. ده بالنسبه للقص. هي بقى سترونج الكاليس اللي هي بوتاسيوم هيدروكسيد اسمها بوتاس. كومن والسولوشن بتاعها بيستخدم في صناعه الصابون وفي الكلينرز. والستات كانوا بيجيبوه فريش كده ويدوبوه ويستخدموه. المشكلة بتاعة البوتاس ايه؟ ان هي بتعمل بروجريسيف ليكويفاكتيف نيكروز. نيكروزس اللي هي بتنقرز التشو وتموته. نيكروزس ده يبقى كواجيولاتيف او ليكويفاكتيف. ليكويفاكتيف يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي الجماعة اللي كانوا ايام زمان ايام العقود السابقة لما يقول لك فلان اختفى ولا الجبان الازرق هيوصل له بره كانوا بيعملوا يحطوا في بانيو في بوتاس ولا يحطوا في بانيو في اسيد. الاسيد هيعمل كواجيولاتيف نيكروز يعني هيخليه مامفاي زي الجماعه بتوع التحنيط يحنطوا زي الفورمالين كده الاسس اللي في المشرحه بس مش هيدوبوا. لا البوتاس يدوب ما يخليهوش اثر ولما يفتح البانيو شويه ميه نزلت في البانيو. وعشان كده يقول لك ما ظهرلوش فلان الفلاني وبالاسم معروفين. فلان الفلاني الصحفي الله يرحمه لما كان بيتطاول على اسياده مؤاخذه يعني خلوه دوبوه لما ما ظهرلوش فرقه خالص. عشان كده لازم ايه؟ ليكويفاكتيف نيكروز. انما تحطه في اسيد هيبقى مامبيفايد بس الفرصه موجوده بعد كده بس لا بس انا برضه سمعت بطريقه بشعه جدا بس مش في مصر الحقيقه. بره يعني بيحطوا الراس والبوسه بيحطوها في الخرسانات بتاع الانشاءات الكبيره العمود قد كده انت لما تشوف الانشاءات 50 دور و100 دور تلاقي العمود مثلا 5 متر القطر بتاعه فييجوا هما بيرموا الخرسانه يرموه مع الخرسانه وهيتعمل له قصد جوه ومدى الحياه ما حدش يحس. طبعا طرق شيطانيه لكن ايه؟ العمود هيبقى ضعيف شويه بس معلش مش هيفرق مع ال 5 متر. طيب امال لو مش ليكو خفيف بقى السترونج اسيدز هتعمل حاجه اسمها كواجيوليتيف نيكروزس فهتعمل بارير ما حصلش منها لما حصل ليكو خفيف في الاوزوفيكس مثلا هنخش على الميديستاينال كلينيكال بيكتشر الهيستوري زي ما اتفقنا لازم الاهل يقولوا والله كان في كذا كذا حصل كذا سيفير ديسفيجيا يبقوا بينفول بيرنز وانسريشنز من الماوس للفالكس للاوزوفيكس لحد ما ننزل تحت. طبعا مفيش فالك في دورك وصلايفا لارنجيال اديما ودي اخطر حاجه لما يجي على القلب بتاع الحنجره شويه كروز
او قله الجازز او حاجات زي كده يحصل إديما وممكن إديما تقفل وإديما سترايد. عشان كده لازم العيان ده يتعالج بسرعه جدا. وطبعا سترايد والبوسنس معلش دي امراض سهله لتغيير الصوت او النحو. الكومبليكيشنز يا لوكال يا سيستمك. لوكال برفوريشن وقلنا للليكوفاكتيف كروزز والهيلينج باي باي كروزز وستريكشر في الاسوفجس وريبيتد دايتيشن في التعب. سيستمك ديهايدريشن من ايه؟ ديهايدريشن اولا ما بيبلعش ولا بلوز ولا حاجه خالص. اذا كان بيرجع يبقى كمان هيعمل الكترولايت امبالانس. الشوك تيجي من حاجتين، يا نيوروجينيك بسبب السيفير انسريشن والسيفير بين تعمل ما يسمى نيوروجينيك شوك. وايه هي الشوك؟ شوف الشوك هنا مكتوب ازاي؟ SHOCA very shock. ها؟ نيوروجينيك اللي عنده سيفير بين ممكن يغمى عليه ولا كان عنده وجع جامد قوي وهو معاه ايه؟ انه حصل هايبوفوليميك واحد ينزل المثل بتاعه فقد 2 متر دم فخلاص حصل هايبوفوليميك وحصل له شوك. وممكن الاثنين مع بعض الدروبه بتاعت العربيات بينزل وعنده كسر وعنده وجع ممكن الاثنين يكتملوا مع بعض. وات از شوك؟ ايه هي الشوك؟ ايه هي الشوك؟ طبعا بيحصل منها هايبوفوليميك انما هي عصور of disproportion between حاجتين. الفاسكولار اند كابيلاري بيت دي طاقتها وسعها قد ايه؟ 5 لتر مثلا 6 لتر. والاكشوال فوليوم اوف بلاد 2 لتر. يبقى مفيش تناسب ولا تناسب بينهم. يا اما الشوك نيوروجينيك والبلاد فيسلز فتحت على الاخر ما هو مفيش خط للبلاد. فالكباسيتي بقت اكتر من كميه الدم اللي موجوده هيحصل شوك وهيبوتنشن. او الكابيلاري بيت بالعكس ده بيكونتراكت شويه في البليدنج لكن البليدنج عمل بلطوس كتير قوي فالكميه اللي باقيه لتر او لترين مش الكافيه البيت اللي هي الكباسيتي بتاعت الفاسكولار بيت. وبالتالي disparity او disproportion between the blood volume and the capillary bed capacity. تعريف بيولوجي عفوا بقى سنة 5 بالراحة. أنا ما كنتش صنعت بس حاجات كده جدا 12. First aid measures treatment طبعا لو في شوك ده ليها الأولوية. واحد مكسور وشوك ما اجيش اقول له والله هثبت لك الكسر او هعمل لك عمليه ما ينفعش. اصلح الشوك الاول ده نمره واحد. الاير واي اامن الاير واي ده قبل الشوك تمام. اامن الاير واي وبعدين اعالج الشوك وبعدين اعالج الفراكشر مثلا. ففي ترتيب. الكفر سوليوشنز بتعمل نيوتراليزيشن. وكانوا الناس اللي هم في الحاره السيده وزينهم والحته دي حافظين لانه كل يوم في حادثه الواحد يبلع بطاطس يقوموا يجيبوا اللبن حليب مع بياض البيض مع النشا وهم باردين ويضربهم بمضرب البيض او بخلاط او في حد جاي من دول الخليج وعنده خلاط ويضرب والستات بقى يتعاونوا مع بعض الحليب تبقى والبيض تبقى اشرب الحليب اشرب 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 وفعلا ده وقف ذا بيست كل ما اتعمل immediately يعمل نيوتراليزيشن وديمانسن اكشن على الميكوزه ويحمي والعيان ما يجيلوش ستريكشر ويستنى. انما شاب العيان وحطوه في عربيه وجاي على المستشفى على ما وصلوا ربع ساعه غالبا البيرد هيبقى كل ما يبقى تقيل كل ما الستريكشر هتبتديله حرج. كانوا هم عارفين الالكالي يدوا له ديمانسن بالتركيبه اللي قلت لكم عليها او حاجة عكس اللي هو الخالي، الخالي ده سيدنج. يبقى يعالج الألكالي أو عكس أنتي أسيدز ومغنيزيوم أوكسايد فور أسيدز ودي مانسر اللي هي التركيبة اللي إحنا حافظينها.
صنع الجشع وبياض البيل الوايت هاند ميتريكس ده. حتى يا جماعه اللي عندهم الفص والاسيد ببهدل زورهم وببهدل الاوزوفجس لهم انسريشن الاوزوفجس الحليب ده نمبر 1 اذا زودت له شويه نشا وخليتها مقلبيه هيبقى ده بس. بياض البيض معاه اللي يقراه بقى مش كل واحد يسمع. وبعدين هنديله انتي بايوتيك ليه؟ علشان تضار تنجيز سكند الانفكشن في الحتت اللي قصرين لازم ندي انتي بايوتيك لان الانفكشن هتعمل انفلاماتوري رياكشن اكتر واحنا عايزين نقلل انفلاماتوري رياكشن او انفلاميشن. نيزو جاستريك تيوب ممكن نركبها ودلوقتي روتين بتتعمل ليه؟ فايدة النيزو جاستريك فيدنج تيوب لازمتها انها تبقى قالب للاوزوفجس يهيل حواليها. فانت كده ضمنت ان في تيوب بالكاليبر ده او بالدايمتر ده باقيه ما قفلش خالص وعمل ستريكشر واوبريتريشن. نمرة اتنين انت بتغسل عينك يبقى منها فيدنج ومنها مور يعني قالب زي القالب اللي بيعمله على الجهاز بالظبط بحيث يفضل الفراغ اللي جوه فاضي. ويقلل استرمام شام يقلل استريكشن. طبعا لو في بقى استراكشن في الاير واي الحمد لله يا اما تروستومي لما احط له تيوب والبعض كان بيدي كورتيكوستيرويد سيستميك. كورتيكوستيرويد ايه كهدف ايه؟ فبيدي انتي بايوتيك علشان الانفلاماتوري يقلل. احنا عايزين نقلل الانفلاماتوري رياكشن. في فرق برضه كلمه وكلكم لو سالتكم قليل قوي اللي هيعرف الفرق بين الانفلاميشن والانفكشن. كتير بتستخدمها سينونيمز لا هم مش زي بعض. انفكشن يعني في بكتيريا او فيروس او فنجر او غيره. انما الانفلاميشن ممكن يجي من برد بتاع الشمس حرق الشمس ده اللي بتحط له سان بلوك اصلا ده انفلاميشن مش انفكشن. كيميكال فيزيكال ميه دي اللي نزلت على رجلك كل ده انفلاماتوري رياكشن قلل الرياكشن علشان الفيبروزس اللي بعديها قدر الامكان فاحيانا بيحصل كورتيكوستيرويد. هذا في توجاستيك تيوب. لو الاستيجيا كرونيك بقى حصل سكريكشن ايديولوجي كيلينج اوف فروزنجايتس باي فيتوزس الحتت بقى اللي اللبس بتاع البير وصل للمصل المصل عمرها ما هتهيل باي فيرست انترفنشن باي بريمري انترفنشن هتهيل باي سكندري انترفنشن اللي هي فيها جرانيليشن تيشو اند فيروس في برايمري هيلينج وسكندري. لو حصل انفكشن بكتيريال انفكشن هيبقى سكندري. لو برايمري على طول الورد بقى مؤكد في اي جرح وبقى نظيف هيعمل لك يا دوب خط بسيط ما عملش كيلويد. الكيلويد ده معناها انه كان هيل باي سكندري هيلينج مش برايمري او برايمري انفكشن مش سكندري. الباثولوجي ساينس اوف ناتشرال اسوفجيال كونستريكشن واحنا اتكلمنا عنها. ممكن الاستريكشن يبقى سيني حته ورايق قوي او حته عند الكروسنج بتاعت الليفت برونكس وحته فوق الاستومر. ممكن يبقى مالتي ليفل ستريكشن وممكن يبقى كومبليت ستريكشن. وقلنا الجايد واير مجرد السلك نحاول نعديه. انت عشان تعمل دايليتيشن لازم الدايليتور يعدي الاول وتسيبه شويه وبعدين تجيب الاكبر منه يعدي والاكبر منه شويه يعدي لك الدايليتيشن. طب افرض امبيريبل ستريكشن طبعا دايليت ايه؟ حتى الجايد واير اللي احنا بنحطه دخل عليه الدايليتور مش عارف يعدي يعني معناها انه
شبه كومبليت. يا دوب فتحه قد كده باصص شايف فتحه قد كده مش عاديه حاجه. فدول ما لهمش حل ليه. طبعا اللينس بتاع السيجمنت مهم. لما يبقى في ستريكشر بهذا الشكل بالظبط بالظبط كده وكده وجاي يا دوب وهنا كده وهنا كده ده بسهوله اعمل له ريكتيشن كيرس. انما لقيت سيجمنت اوف نتريد طويله يعني ستريكشر فيها يا دوب حاجه وكل سيجمنت دي خير ده صعب جدا. كل ما هيتريد السوفت تيشن والفايبر تيشن ده كله هيبقى ايه؟ لو لونج سيجمنت ده يبقى لازم قوي. لو شورت سيجمنت يا دوب زي الممبرين كده سهل الفايبريشن بتاعه. دي امثله من الاستريكشرز. طبعا العيان بقى له ثلاث اسابيع وابتدى ياكل ويشرب والابزريشنز تخف وادينا له الحليب والنشا والكلام ده كله وبعد اربع خمس ايام ست ايام ابتدى يبلعوا ونسوا الموضوع. ثالث او رابع اسبوع يقول يا ابني مش عارف اي حاجه بس كبيره شويه تقوم بره. تلاقيهم بقى جايين بعد كده في فورن بودي. فورن بودي ايه؟ والله كنت باكل في الاخضر ما مضرتش كويس نص الفوله وقف مش هتعدي حته لحمه بس صغيره نص عقد الصباع وقف. كل الاكل اللي يدوب كبير شويه طب نعمل له ايه؟ كنا بناكله بالمكسر خلاص كل اكله يضل لحمه الفراخ مش عارف ايه ويشربها زي الشوربه انها سوداء فبقى خلاص في ضيق. دول بقى نجيبهم نعمل لهم اكس راي هيبين لنا ستريكشر وسيجمنت طولها قد ايه وندخلهم نعمل لهم عمليات الفيليبيشن. فالديسفيشيا بعد الثلاث اربع اسابيع هتبتدي ترجع تاني بعد ما كانت اتحسنت. الديسفيشيا هنا هتبقى للسولتس ولا للفلويدز؟ هي نظيف ما دام في تيوب او سبيس اوف ديفاين ليجن او ناروينج هتبقى للسولتس. ها؟ مفيش كوردينيشن اوف ماسك لا ده انت عندك الفراغ الاخر يبقى للسولتس اكتر وعشان كده بتقول اغلبهم كانوا لك انا عايش على الحليب. رجع كانه بيجي كل اللي شربه جيبوا له ازازه اللبن يفضل ساعه ساعتين يشرب فيها لحد ما تنزل الحاجه وتغسلها وتمنع الديهايدريشن والكلام ده. طب لو ضغطوا عليه في الاكل هتيجي كل وش طويل كام؟ يقوم يحوش فوق الاسكريبشن ريتشنج ورجع ريتشنجيشن انه ما عداش طبيعي. التريتمنت لو بيرمنت ريبيت الدايلتيشن زي ما اتفقنا. لو ان بيرمنت دايلتور نفسه ما بيعديش كلمه بيرمنت معناها الدايلتور الصغير اللي يا دوب مليون و2 مليون مش عايز يعدي 3 مللي مش معدي كده مفيش حل غير الباي باس اوبريشن وبعد كل الباي باس اوبريشن اهو ده مثلا كان زمان اغلب الحالات اللي بتتعمل كولون باي باس نجيب سيجمنت من الكولون ونقلبها بالبلاد فيسلز بتاعتها جزء ينزل فوق فوق الاستريكشن ناحيه الفايلز وجزء ينزل على الاستوم ما كانتش تمشي في الانتستاينال احنا نسيب الاوزوفيلس زي ما هو وهنقطع من فوق هنقطع من تحت ونوصل بحيث انها تبقى سب كوتينيوس. كنت العيانين دول تيجي تعمل له اي حاجه يلاقي جيرجلينج هنا قدام التشيست على طول يعني الطنل ويخش من فوق ويخش من تحت على الاوزوفيلس اسمها كولون باي باس اوبريشن. البرفوريشن دي اكسيدنتال وده مع الاسف كان بيحصل كتير ديوري دايليتيشن. لو ضغطت شويه على الدايليتور عشان كده الدايليتور ما تمسكوش كده وما تمسكوش كده عشان الكريب الجامده دي هتخليك تعمل بريشر اكتر عليه. امال تمسكه ازاي؟ كده بحيث تضغط
افرض ان في ريزيستنس جامده هتلاقي صراع انما تمسكه كده وتقول هعمل له ديليتيشن غصب عنه هيعمل ديليتيشن بس هيروح خارج بريتد وانت داخل عنه الاسبانيا دي حاجه خطيره بغلبها كان فين طبعا الانسكيت اندوستري ممكن في حد ذاته واندوستري معروف نظام كاس الناس التليفوني فيفولت العميل كده نظام الجاز عامل كده وكده تخش انت في قلب ساب وتضغط الانتصار وتقوم فرح نظام الجاز نفسه خلي بالنا العينين اللي عندهم الفوز سنجاب او فور الفاضي زي الكابوس اللي كان مفتوح ده هتشيله ازاي يا اما تقلبه والسن يبقى لتحت وتطلعه يا اما تقفله يا اما تمسك السن نفسه بالجفت علشان لو انت طالع وفرحان قوي انك مسكت من راس الدبوس والدبوس ده البوز بتاعه يا اما ماشي يقطع في الاوزوفيكس كانه سكينه يا اما خرم ونفل عن الاسفايد خلي بالك برضه الفورم بودي اللي هو الدنشر اللي تحت بيبقى فيه سلكه من هنا وسلكه من هنا عامله زي الهوك لو انت فرحت بيه وقمت واخده والسلك عامل زي الهوك كده عمال يقطع في الاوزوفيكس الله يرحمه مش حاجه سنها احسن خلي بالنا قوي من المانيبيليشنز او الدايبيتيشنز اللي بتخلي الاعمى في الاوزوفيكس في الحته الاوبستراكتد او الاستريكشن لو حصل والاوزوفيكس فقع خلاص دي بس لو حصل بريشن طب هنعمل ايه؟ ده ممكن يبقى في ده الويانا على الجنان سواء هنا او في الفوريش من الفوريشن اللي بسبب الدايلاتيشن اكتر من الكوزميك نفسه. بي في في نيوموثوركس والبييما في اللانك البلورا طبعا مش في اللانك نفسها. نيوموديستاينم كومبريشن ديستاينايتس كومبريشن ايه للبلاد ريسبتور للعرض اير في النك نسميها سيرجيكال هي اخفهم السيرجيكال انزيما اللي اتعور وبعدين تلاقي هواء بقى اير كده في النك سبتينيس دي امراض سهل وهتروح انما لو اسوشيتد بانخزيما في الديستاين او في النيوموثوركس هي دي هي الخطوره لو حصل بيرفوريشن هترجع الديسبيجيا تاني او مش قادر وبعدين لما تمسك هتلاقي اللي بيريدو اتقال عليه ضغط تتخض طبعا وقلبك يقع. ريترو ستيرنال بين عشان الميدياستاين ديسنيا ميدياستاينايتس ونيوموثوركس خلي اللنج كولابس فديسنيك العيان. توكسيميا فيبر من التوكسيميا سواء كان في بيمة المعدة صديد موجود في البلورا بلورا سبيس او في الميديستاينا الميديستاينا دي عشان نعرف اكتر مكان يعمل التوكسيميا للانفكشن ليه؟ لانه الميديستاينا دي عباره عن سبيس كل اللي فيه بلاد فيسلز والاريولار ديشنز يا دوب يعني بنسميه بوتنشال سبيس يعني ايه بوتنشال سبيس؟ يعني ممكن لو حصل انفكشن يبقى كله عامل زي الابسس يعني هو مش سبيس بمعنى فراغ لكن بسهوله جدا يحصل كونكشن اوف فوسفين وبالتالي من الدراج ميسلز اللي موجوده والسيركوليشن العالي اللي فيه السيرفس اريا كبيره والبلورا يحصل توكسيك ابزوربشن وتوكسيك شوك. البلين اكس راي هتورينا البلورا والميديستاينم والوايدنج اللي فيها او الكوليكشن اللي فيها. احنا قلنا في الفيسكولا لما نحط الماده نوت ايرتنت للتشيست وللنقل فهنا حاجه اسمها جاستروجرافين
يبلعوا بالك عندنا في الفيشن في الاسوفجس اللي هيتبلع ممكن يتركل في الميديستاين او في البلورال سبيس على حسب الكونكريشن داخل على ايه لازم تبقى نون فلورينيتد كتير كل يومين نفس التريتمنت كونسرفاتيف اول حاجه بتكتبها في الورق بتاع العيان اشتباه بيرفوريشن اوسوفجس ممنوع اي شيء في الكلب ليه؟ كل اللي هيبلعه خد بقى لبن ده نازل على الانتستاين هيعمل انفكشن مش هيعمل ممنوع اي حاجه في الكلب دي نمره واحد ناصب باي ماوث نيزو جاستريك فيدنج تيوب هتفيد لانه الاكل والشرب ينزل طبيعي بس ما يعديش على البرفوريشن ويخش على الانتستاين او على البلور هنكونفنسير الدارفينس فلويدز وماسك انتبيوتكس والكلام ده كله والسيرجن كان يبير اذا كان فوق خش على طريق النك اذا كان تحت هيبقى غالبا عن طريق الانتستاينال على حسب هو سيرفايكال ولا تراسيك بارك حسب الفريشن كلمتين على تيومرز اوف الاسوفجس ونبقى خلص تايبس بناين انسى في حاجه اسمها بناين ما شفناهاش في حياتنا انا بقالي فوق ال 40 سنه بسمع في الاذن شفت حاله واحده لايف ميوما وانا كنت بعدها ما شفناش بناين تيومر في الاسوفجس يبقى اي تيومر في الاسوفجس 99.9% هيبقى مالجنت تيومر و99 ولا 95% هيطلع ايه؟ ويمثل كارسينوما وجزء صغير هيطلع ادينو كارسينوما في اللور بار لما يبقى العيان عنده ريفلكس وحصل ما يسمى باريتس اسوفجس اللي هو الربع